السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في قناة أخبار ومعلومات يومية. شكرا على المتابعة. ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة. من جديد، رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، داعيا أنصاره للخروج في احتجاجات لرفض إقرار النتائج الانتخابية. وأكد ترامب أن التجمع الاحتجاجي الذي دعا إليه أنصاره سيكون في مدينة نيويورك صباحا، ردا على جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وكتب ترامب على تويتر: التجمع الاحتجاجي سيكون في الساعة 11 من صباح 6 يناير الحالي.